السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحتكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو اللي هو روتين كنشارك معكم كيفاش دوزت النهار ديالي. جلسه في ما خداماش، دوزته مع وليداتي، والغدي واللي درت معهم خفيفه ظريفه و مساله ومتنوعه. هنا كما كتشوفوا خديت دجاجه كنقي فيها. من الاحسن هنا كما شفتوا معايا خديت الدجاجه، علاش؟ حيت اصلا ملي كتاخذوا الدجاج هكا حي يعني كيتعبر بالكيلو، كيتقام رخيص الا خديتوه يعني بالكيلو، يعني حي وكيعبروا لكم كيتقام رخيص. داكشي باش خديت هكا خديت الدجاجه صافي، وغنقسم منها. غادي ندير القياس اللي غادي ندير الغدا، وغادي نقسم منها الاخر غنديرو في الكونجيلاتور. غادي هكا كتقام مزيانه صافي. هنا غسلته مزيان، عرفتوا الغسيل ديال الدجاج راه كيبان الغسل مزيان. صافي هنا غادي نقسمها، غادي ندير غير شويه في الغدا، غادي ندير بالزيتون والحامض هادي الغدوه اللي غادي ندير مع شويه ديال الفريت. غادي نشوف تا هو ندير، غادي نديرو هاد الغدوه كتحمقني، كتجي غزاله وسهله و كيبغيوها الوليدات، ومزيانه هكا حتى بالنسبه الى جاوا الضياف بحال هكا كتكون سهله ضيا كتكون توجديها الى جاوا بحال هكا الضياف الغفله، كتجي صراحه مزيانه. انا درت الخضره كتسلق، ديجا البربه عندي مسلوقه كاينه في الثلاجه. انا درت الروز، هنا درت بطاطا وخيزو، المهم غيتسلقوا صافي ونخليهم يبردوا من بعد نوجد الغدا. انا وجدت فين غنطيب الدجاج، درتو في الكوكوت ودرت بصله تقريبا شلطه مزيان كما كتشوفوا، بصله نيت كبيره كتشلط رقيقه جوج بها الله العظيم، يعني نيت ديك اللي كت تقرد البصله والعكز في يمي ديرها. قلت صافي بلاش، جبدها غسلها ثاني ردها لها ما نديرها هكا بيديا دغيا. اصلا حيت بصله الا كانت بزاف كنديرها كنستعملها. كما شفتوا هاد الشيء اللي شاط ليا من ديك الدجاجه درتو في البلاستيكه ودرتو في الكونجيلاتور، من هكا كتقتصدو مزيان. هنا درت شويه ديال المعدنوس مع القزبون مخلطين مقرضين مزيان، وضفت ليهم حامض مصير تا هو راه مزيان مقطع طريفات صغار، كيجي مع الشحار ومع التوابل كيجي معهم مزيان. شويه ديال الزيت وشويه ديال الملحه، ودرت شويه ديال الخرقوم سكنجبير البزار وشويه المروزيه ديال الدجاج حتى هي كتجي زوينه، ما كنستغناش عليها. انا الا دايره اللحم راه كندير المروزيه ديال اللحم، دايره الدجاج كندير المروزيه ديال الدجاج، المهم وحده فيهم يعني المروزيه صراحه ما كتخطانيش انا في الدار صافي. و كما شفتوا صافي كنشفلو الشحار مزيان، حتى كيتشحر ليا الدجاج مزيان باش كيجيكم محمر وبنين. هانتوما تطشحر ها هو صافي، وغادي نبلل. غادي ندير الزيتون صافي، وغادي نبللو ونسد عليه. عرفتي هاد الكوكوت سبحان الله العظيم عزيزة عليا، نتوما كيما كتشوفو واخا هاد اليد عندها شي مرسة، ولكن عرفتي طيابها تبارك الله دغيا كطيب وسميتو وطيابها المهم بنين، انا كيعجبني سبحان الله العظيم هاد الكوكوت عزيزة عليا. راه تبارك الله كتهز الدجاج واخا تشوفها هكا صغير تحكروها. يلا دابا غادي نوجد شلاضة، اصلا درت الخضرة كتبرد، وغادي ندير الخيار. هنا وانا ملي هي في الغدا كنعطيهم اشنو عندهم في التمارين، حيت دابا كما كتعرفوا مع هاد الدراسه ديال في هاد زمن كورونا، يعني دابا عندهم هي 3 ايام في السيمانه، حيت انا قريتهم يعني حضوري، عندهم غير 3 ايام في السيمانه، نهار ايه نهار لا،
من عند الله. بعد هذا النهار اللي كنجلس فيه وكيكون حتى هما جالسين صافي كنعطيهم هنا كيوجدوا داكشي اللي عندهم. بحال دابا هي كتكتب التمارين اللي عندها. صافي ياسين حتى هو كيجي يراجع مع خوه على حسب بحال كاين شي درتي لا ما عرفوش ديال المط. ايوا المهم كنحاولوا نتاقلموا مع هاد مع هاد القرايه هادي صراحه. نا شويه كيدوزوا معنا حنا بزاف على كي على المدرسه. ولكن اش غدير ما عندك ما دير. المهم دابا انا من هي في الغدا دابا هي كتصوب تمارين بينما اشنو حتى شي حاجه ما فهمتهاش. تنسى لي دابا الغدا عاد نجي نراجع معها. المهم داكشي الكتابي وهذا راه هي كتحضروا. ايوا هادشي اللي كاين صراحه. خاصنا شويه ديال الصبر مع هاد القرايه ديال هاد العام. واش غنديروا؟ ما عندنا ما نديروا. نطلبوا الله غير السلامه ويحفظ وليداتنا والله يبعد علينا هاد البلاء. هادشي نطلبوا الله. صافي كما شفتوا درت دابا الغدا كيطيب. غادي نصوب شلاضه باش نديرها باش تكون ليا واجده. وغادي ندير الخيار. الخيار غادي نشو عطي عزيز على الدراري. الا كعز عليكم الا ولادكم حتى هما عز عليهم الخيار. انا كنحكوه ليهم بحال هكا في الحكاكه الصغيره من تما كنت كياكلوه. اما كديروا عصير اما بهذه الطريقه ديال كتجيكم سهله. انا كنحكو لهم بالحكاكه الرقيقه وشويه ديال السكر وكندير لهم هكا الا بغيتو ديروا مع الليمون. انا ما عنديش الليمون المهم غادي ندير لهم غير هكا بالحق كياكلوا كيحماقوا عليه. صافي وغادي يكون هذا هو غدايا اللي غنشارك معكم. بلا ما تشوفوا الدار مرونه ولكن اشنو من الاحسن كنسبق الغدا هو الاول الكوزينيد لي صافي باش كنتهنى الماكينه اللي راه كد الحوايج كندورهم في الماكينه عاد ديك الساعه كانت لها في الدار باش اون فوا كنسالي الدار الروينه ديالها كنحط الغدا وكنعقل عليه. يلا انتم معايا. كما كتشوفوا انا كنحاول يعني كوزان كنخليش عليها الماء حتى كان فين ما درت شي حاجه كنطرف باش ما كيكثرش عليها الماء. تاخذوا لي عنده كوزينه صغيره يحاول باش ما كان يحيد عليه حيت ما كتبقاي مزال فين تحركي. المهم على الخيار كما شفتوا حكيتو غادي ندير لي تقريبا هذه طوبه ديال السكر هكا غير في الوسط غادي يذوب ونحطو يبرد. هو ضروري خصو يبرد كيجي بنين بتزيدوا ليه الليمون صراحه من الاحسن. انا واخا ولادي كنحكو غير هكا وكياكلوا عزيز عليهم ومن طول صحي ومن تما يعني كتساعدهم باش كياكلوا الخيار. انا اول حاجه بديت بالنسبه للشلاضه درت ديال الرز درت فيها شويه ديال المايز وبيضه مسلوقه حكيتها صافي. ولا عندكم طون زيدو انا ما عنديش ما درتوش حتى هو زوين كيعطي واحد لوغو زوين هاد الشلاضه ديال الرز. صافي وخلطها بشويه ديال مايونيز. انا عندي هاد القرعه كبيره ديال مايونيز صراحه شريتها عمليه كتحتاجوش تصوبوه كتبقى واحد المده مزيانه. صافي هكا وجدت الشلاضه ديالي ديال الرز الاولى. هنا كنكون وجدت الشلاضه ديالي هادي ما مقداش. غادي ندير لها قدر ندير لها غير شي حاجه بحال هكا صغيره صافي هي
المهم دابا درت شلاضه كتبرد صافي الدجاج ها هو راه المهم حيدت ليه المهم صافي نبغي الدجاج كيطيب حليت عليه الكوكوت دابا خليته باش كيوكح. شنو كتقولي كنت انت ما كتقولوا كيوكح؟ المهم باش يوكح ليا مزيان على خاطرو تختار ليا ديك المرقه ديالو صافي. وغادي نحطو ما عرفتش واش ندير شويه الفريت ولا بلاش. المهم تنشوف يلا غادي وتنا هي موجوده دابا غادي نجمع الدار باش بينا ما يوجد ليا الغدا صافي وكنحط الغدا. ديالنا كما شفتوا ها شليضه هاد الدجاج ها هي كتجيب هذيك المريقه ديالها. انا راه ما عنديش مع داك البلول بزاف بزاف وكيجي محمر حتى الا بغيتو تدخلو مازال الفران تحمر وراه كيجي تا هو زوين بحال هكاك مقطع طريفات. ايوا هذا هو هادي الغديوه ديالنا قبلوا علينا. انا داك الخيار اللي قلت لكم ها هو كيجي بنين عاتي كيحماقوا عليه وليداتي هكا بغيتي ديروا معاه شويه ديال السيروب تديروا معاه غير شويه ديال الليمون هكا تعصروا عليه شويه ديال الليمون كيجي صحي وبالحق خاصو يكون غير بارد مزيان وراه كيتكال. يلا بالصحه والراحه. كما شفتوا معايا المهم كان هذا هو نهار اللي دوزت المهم فيه جميع الدار فيه جري عليا نجري عليك صافي. من بعد ما كان سالي كان كما قلت لكم كان راجع مع الدراري اشنو خاصهم وخا دابا مازال ما بقاوش مازال ما كيعطوهمش الدروس نيت نيت كما يعني مازال ما بداوش 100%. ايوا هذا هو نهاري شاركته معكم نتمنى يعجبكم الله يعاوننا والله يعاونكم مع وليداتكم و بحال هاد الروتينات انا كيجوني في شكل راه واخا شحال من حاجه درتها في النهار ماشي غادي نكذب عليكم شحال من حاجه درتها في النهار ولكن بحال درتي اختو بحال هكا داكشي ديال التنظيف وهذا مازال ما كنزعمش باش نوري لكم اين علاش انا كنبغي شي حاجه اللي تستافدوا منها نعطيكم كفكره وتستافدوا من هادشي اللي كان هادشي المبتغى ديالي. المهم نخليكم دابا تهلاو ليا فريوسكم ومع السلامه فيديو لاحق ان شاء الله. يلا باي 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 دير عليكم هكا يلا السلام عليكم.